اتفضل. عسلامة خدي. عسلامة شحوالك. عسلامة. لاباس. مرحبا مرحبا. عايشك. اتفضل. هاي اتفضل هاي. اتفضل. هاي. هذه داري. منها دار منها كوجينة هنا. هذه يا دارك خد عجمي. عندك بيت واحدة. بيت واحدة. هاي نمشي ندخل ونقعد هوني. هاي. كثيراً ما تسأل المرأة نفسها أين هي من رغباتها وأهدافها، لكن يبدو أن الأمر أكثر اختلافاً وعمقاً بالنسبة للخالة عجمية التي لم تترك لها الحياة مجالاً لاختيار مشوارها. سطر لها والدها البدايات حين جلبها من إحدى الأرياف لتشتغل في المنازل بالعاصمة، لترميها الأقدار في طريق أرمل أنجبت منه ابنة. ظلت الخالة عجمية تصارع مطبات الحياة تبحث عن قوت يومها، لكن يبدو أن الحياة أبت أن تلين لهذه المرأة، مما أجبرها على وضع ابنتها في دور الأيتام وتفرغت لصراعها مع الأقدار. عسلامة مشاهدي برنامج مرا ونص. اليوم جينا بحذا خالتي عجمية. نحن في العادة يبدأ نهارنا من صباحه، كل ما نمشي للمرأة نبدأ نهارنا من صباحه، أما خالتي عجمية بالعكس، خالتي عجمية يبدأ نهارها من 6 متاع العشية. اليوم بحذا خالتي عجمية احنا توا. مرحبا بي. أحكي لي خالتي عجمية، عرفني على روحك شوي. والله أنا مسواف وجيت ملي أنا صغيرة في تونس، ملي عمري 15 سنة. جيت أنت والعائلة؟ لا لا، جيت وحدي. قد عمرك جيت لتونس خاطر؟ عمري 15 سنه. جيت وحدك؟ اي، ما هو بحكم نخدم على دارنا وكليك جيت نخدم في الديار. انتم برشا في العائله خاطر عجميه؟ احنا 8 من الناس. وانت بركه كنت تخدمه؟ كان بابا يخدم في شركه تقريعه وجابني هو للخدمه. ايه، تعرف على واحد وجابني نخدم عنده، قعدت نخدم عنده حتى لين بعد تعرست خديت راجل عنده. للي كبرت معناتها لهنا؟ اي بتبيع. انا عرست في تونس. ها؟ خديت واحد من سليانة وعنده صغار، عنده 4 صغار. تعرفت عليه في تونس؟ لا والله أنا ما نعرفوش الحق من أن نخرج لنعرف، أما هو واحد ثم راجل اللي مستقبي بي يروح بي لدار ومع صغاره والكليت يهزني من دار عمه. ها؟ اللي غاديك يهزني للبحذيه للدار ومع بنياته ونبيت ونصبح وندوش ونرجع لخدمتي. قولي خاتي عجمي، كان باهي معاك الراجل هذايا؟ معناتها حاسبك كيما بناته؟ حاسبني كيما بناته.